بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على جميع المرسلين. وبعد أن الشهور خذوها قدوري عبد الرحمن قدوري يبدا يجي الهوات يجي الهوات وقناص بارصة تقعد ديال بارصة مدريد وينات يجي الهوات 71 72 انت الفتح الفتح تأسس 71 72 شحال البرج في إراكيدس إراكيس البرج انتزع البرج أكل هيلر دي 79 البرج انتطوال أبحنت سكوترو ونويت ورقة هذا البرج عبد الرحمن يكشيل هيلر زعما وديش لعب غاس التقنية تتش ولكن يقصح يجن ديفينسا سوليد بس عد دوقع تقول جن خانس زوج محمد يتعتمد ما تخش الطوش قدوري واش مشور قدوري قاش قدوري خمي غير زعما يكشا يكشا الفتح ثلاث البرجات يجن حاضر مقرا زعما حاضر جاري واش السني وشا وشا ينتهي يروح غا التجاره النسخ تبغى صحن ديغا ولا ميمون ما غا المركب قدوري اخر خاس النمر غي تيرار اريا سنترال ستوبور مري ويت انت اريا سنترال اريا سنترال ستوبور خمسة ضاربة كيف كيف خمسة تقليبي روغا غاد فار ونغيت ماركاضو حياة الناس يويت ماركاضو مرة يعني تقول في الناس يجو العاب يقساح وناس يكشي غير الفتح. بسم الله الرحمن الرحيم. الإدريس عبد الخالق لاعب سابق فريق فتح الرياضي الناظوري البداية إنه ولا البداية ديالي كانت سنة 79 80 في ديك السنة تعرفت على السي عبد الرحمن قدوري هاد اللاعب اللي كان من مدافعين الاقوياء ومدافعين اللي كيدافعوا على قميص الفريق بشراسه. هاد اللاعب اللي كانت الاخلاق ديالو عاليه ما كانش كيعرف الغياب على التدريب كله تفاني في حب قميص الفريق كان كيحمسنا حنا كلاعبين جدد اللي تحقنا موراه واحد 8 سنين 9 سنين اللي جينا حنا كمجموعه جديده للفريق وما عمرنا ما سمعنا منه شي حاجه لان الاخلاق تاعو كانت اخلاق عاليه كان كي دائما كيشجعنا وكيشجع جميع الفريق دائما وما كيعرفش ما كيعرفش هو الخساره ما كي دائما كي هو الربح كيلعب باش يربح النهار اللي كنخسروا راه ما تقدرش تهضر معاه الا هضرتي معاه يدور فيك ملي كنا كنخرجوا على برا هو اللي كان السند ديالنا حنا كنا كلاعبين جدد كنا صغار في السن هو اللي كنا كنتخباو موراه لان قديما كانت كره القدم كان صعيب تلعب على برا سيتو على برا ربحتي تاكل لاصا خسرتي تاكل لاصا تعادلتي تاكل لاصا حنا قبل الماتش كنا كنستعدوا وكنخافوا انه يهجموا علينا عبد الرحمن دائما كان كيشجعنا يقول لك ما تخافوش راه حنا كيشجعنا داكشي بعد المقابله دائما هو اللي كيكون تما بالمرصاد الا كانت باش يجيب شي حاجه